حيث انتقد مواطن من محافظة ميسان الحكومة في بغداد لإهمالها المتضررين من الفيضانات في المحافظة رغم مناشدتهم للحكومة والمرجعية، وانتقد اهتمام الحكومة بالمتضررين في إيران وتناسيها أبناء العراق. فنشاهد. ناشد الحكومة، ونحن الحكومة ما نعاتبها لأنه ما عتب الحكومة. حكومة عملاء تشتغل للدول، لا احنا ما لنا علاقة بالعراق، لا لنا علاقة بالشعب العراقي. بس احنا مطلعين الفاضي ومتعي سلفة سلفانة انه بجففونا انه بغلقونا. والله ما ادري شنو السالفة. احنا عملاء ناخذ الناخذ اول مرة رب العالمين، وناخذ المرجعية، وناخذ السيد مقتدى يقول غير يقول اتلحقوا شو اسمه اهل الموصل انقذوهم، خليه يجي ينقذنا اذا عنده قوة. حول الميزانية، أنت عبد المهدي خشمك كبرى حول الميزانية.